وفي تصريحات اليون لايف أكد سكرتير البابا توادروس القس أنجيلوس إسحاق أكد إنجاز 40% من الإنشاءات الجارية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. المشروع هنا وعد به سيادة الرئيس في يناير 6 يناير 2017 بدأ تجهيز للرسومات المعمارية والإنشائية لغاية تقريبا شهر 6 يونيو 2017. يعني بنتكلم ان بداية العمل والمباني بدأ في شهر 7، فأنجز تقريبا 40% من المشروع.